بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. عمل الله في قارة أفريقيا. الحقيقة في عام 66 لما بديت أخذ أول خطوة للخروج إلى أفريقيا، نعرف أن هناك كنائس قبطية أرثوذكسية قديمة في مصر وفي السودان وفي إثيوبيا وإريتريا، ولكن جنوب هذا كله لم يكن هناك كنيسة قبطية واحدة. بنعمة ربنا أصبح لينا من العمل المتفرغ المتكامل كل الوقت في أفريقيا، أصبح لينا كنائس في شرق أفريقيا اللي هي كينيا ومناطق الشرق كلها، وبعدين اتجهنا إلى زامبيا، ودي طبعا اتجاه إلى جنوب القارة، ثم إلى زيمبابوي، ثم إلى الجنوب الغربي وهو ناميبيا، ثم جنوب أفريقيا، ثم اتجهنا إلى الكونغو اللي كان اسمها زائير، ثم ربنا أراد وقادنا لكي نؤسس كنائس في غرب أفريقيا، وأصبح لنا الآن كنيسة في ساحل العاج، ثم بدأ أيضا يكون لنا كنائس بنعمة ربنا في غانا. بالطريقة دي نقدر نقول أن صليب ماري مرقس امتد فعلا، وابتدأ إشعاعه ونور هذا الصليب ماري مرقس الذي قدم دمه ليروي بذرة الإيمان اللي زرعها في القرن الأول المسيحي، امتد هذا الصليب من الشمال الكنيسة الأم في الإسكندرية وفي مصر، وامتد إلى الجنوب، ثم امتد إلى الشرق، ثم إلى الغرب وجنوب أفريقيا، وبالتالي يبقى صليب ماري مرقس غطى القارة كلها. ولكن بنعمة ربنا نحتاج إلى امتداد أكتر في كل مكان. احنا واثقين ان كل ما احنا بنحط خطواتنا ونحط رجلنا ونضع اشتياقاتنا في بلاد جديدة، الله بيبتدي يدينا افتتاح جديد ليها بطريقة فعلا تفوق التصور البشري. وبعد عيد القيامة تقريبا سنة 88، وكان نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس ربنا يديله الصحة وطولة العمر، هو عايز يزور هراري، ولأن احنا كنا بنزور باستمرار المنطقة، وكان الصلوات بنقوم عند يعني حد من الدكاترة اللي موجود عايش هناك، وكان بيته هو تقريبا الكنيسة اللي احنا بنصلي فيها، كنا بنروح نصلي القداس عندهم وبيجمع الناس، لأن كان عدد الأقباط قليل قوي في هراري. وبعد عيد القيامة سنة 88 نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس قال عايزين نروح نزور هراري ونشوف هناك. وإحنا في الطيارة كنت أنا وهو، وأنا أيامها ما كنتش لسه اترسمت أسقف، فكان بيقول لي يا أبونا بافنوتيوس إحنا عايزين نعمل كنيسة في هراري، عايزين نجيب لهم بيت نعمل لهم كنيسة. فإحنا واقفين في قاعدين في الطيارة بنحكي، وبعدين راح هو واخد جرنان من الجرانين بتاع وقعد يدور على اماكن البيع اللي هناك ويعني الريال استيت اللي موجود، وفجاه كده قال لي بص هو ده البيت ده ممكن ينفع كنيسه. قلت له ازاي سيدنا احنا بس على يعني بنشوف على الجرنان. فقال لا هو ده البيت ده ينفع كنيسه. واحنا اول ما نزلنا من المطار هراري اول حاجه عملها راح نازل على طول وخدنا الدكتور هناك وودانا على المكان، وهناك شفنا وير هاوس جميل جدا ينفع كنيسة، وقال هو ده الكنيسة. وفعلا سيدنا اشترى الكنيسة دي في الوقت ده، واعتقد ان هي دي ما زالت الكنيسة اللي اول كنيسة اشتغلوا فيها. الحقيقة بفكر كده في عمل الله العظيم جدا اللي ربنا يعني عمله في كل أفريقيا، سواء كان في كينيا
او زامبيا او زيمبابوي او ساوث افريكا او كل البلاد اللي اشتغلوا فيها الاباء. الحقيقه عمل الله كان واضح جدا في كل حاجه، وازاي ربنا كان بيقود هذا العمل. يعني قصه صغيره زي قصه تاسيس كنيسه زيمبابوي، حاجه يعني جميله، ازاي ان حته ورقه في الجرنان هي اللي تقود سيدنا علشان يروح علشان يشوف هذا البيت ويعمله ويبقى هو ده الكنيسة اللي فيها. الله هو الذي يقود الكنيسة، وروح الله القدوس هو اللي بيوجه كل الخدام علشان يوصلوا للأماكن وللأفراد وللظروف المعينة اللي هو يقدروا يأسسوا بيها كنيسة ربنا. أهم حاجة إن احنا كلنا نكون طائعين لصوت ربنا اللي جوانا. روح الله يعمل فينا، روح الله بيبارك الكنيسة، بيبارك العمل وبيبارك في الخدام. والحقيقة يعني الخدمة في أفريقيا تحتاج مننا كلنا كل التعضيد، لأنه الحقيقة ده عمل ومجهود ضخم جدا الكنيسة القبطية بتقوم بيه في كل وقت. ربنا يكمل عمله بكل خير. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الخدمة والكرازة في أفريقيا هي فرصة عظيمة لكل خادم يسعى أن يرى عمل الله بوضوح. في الفترة اللي ربنا شرفني وباركني أنا غير المستحق لخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة زيمبابوي من سنة 95 لسنة 99، أستطيع أن أقول بكل يقين وبكل ثقة أنني رأيت وتلامست مع يد الله في الخدمة بصورة واضحة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير. في فترة الخدمة والكرازة في دولة زيمبابوي كان أمامنا تحديات كثيرة جدا، لعل أهمها الأمور المادية وكيف كنا نحتاج للكثير لإنشاء كنائس جديدة وفروع جديدة للكنيسة في القرى المجاورة، وكل هذا كان يحتاج إلى إمكانيات مادية ربما الكرازة في أفريقيا لا تمتلكها، ولكن الله كان يفتح بابا في السماء من كل ناحية ومن كل سبيل حتى نجد أنفسنا بلا احتياج. ونقول أيضا أن الرب أعطى فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر. قصص كثيرة جدا سواء في بناء الكنائس أو سواء في العمل وسط الأفارقة البسطاء كنا نجد يد الله ومعونة الله تظهر لنا وتعزينا وتشدد ضعفنا وتسند كل ضعف فينا، ونجد أنفسنا نتهلل ونفرح بعمل الله من يوم ليوم. والأبونا سامويل also he did work hard to change many people from the darkness to the light, from the bondage of the sin to the freedom of the Son of God, and from the selfishness to selflessness,
and then he baptized. I can tell you maybe that Abuna Samuel over these years in Zimbabwe and in Namibia, he may have baptized 3,000 people, 4,000 people, and those people are really in front of God, are the sons and daughters of the light, and they are practicing their Christianity now. They are taking communion and living, and there is some more servants coming. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرصه جميله ونعمه ربنا ان الواحد يتكلم على فتره الخدمه في زيمبابوي وعمل الله في زيمبابوي في البلد الجميله اللي الواحد اخذ بركتها. البلد فعلا كمقدمه صغيره عن البلد هي فيها طبيعه جميله جدا وفي نفس الوقت شعبها طيب وسط الشعوب هناك يعني. وكانت فرصه ووقت جميل ربنا استخدمنا فيه. الكلام ده كان في سنه 2018 اكتوبر وكانت البدايه بنعمه ربنا طبعا بتوجيه من قداسه البابا اللي متابع خدمتنا. وكان الوقت ده سيدنا أنبا أنطونيوس مرقس هو المسؤول عن البلد وطبعا بتوجيه من ابونا داوود لان هو المسؤول عن خدمتي من 2008 من ساعه ما ابتديت الكرازه. كنت في الوقت ده خلصت خدمتي بغنى بنعمه ربنا وابونا داوود كان بتكليف يعني كده مباشر ان البلد بقى لها زياده عن سنه ما كانش فيها كاهن مقيم. ودي طبعا كانت زيمبابوي بلد مبتدئه من سنين زي ما هتسمعوا في الدوكيومنتري يعني. لكن طبعا وجود راعيه هناك كبيره ومعمدين وشعب وشعوب يعني في البلد دي كان طبعا يحتاج انه الكنيسه تقوم باهتمامها يعني ناحيه الناس اللي عايشه هناك اللي هم المحليين يعني اللي هم كانوا برضو مسؤوليه الكنيسه من سنين. فربنا ادانا النعمه ورحت في اكتوبر 2018 كبدايه. وكان التكليف بحته اننا بنعمه ربنا نشوف الخدمه ونركز شويه في الطلبات اللي الخدمه محتاجاها وبرده حصل للاسيتس هناك وللامور اللي حاصله لان طبعا فتره كافيه انه يكون الخدمه فيها تحتاج طبعا لشويه امور للتعديل وللتوجيه بنعمه ربنا. الوقت ده كان ربنا سمح برضو كان في مجموعه من الشباب بيروحوا معايا في الميشنز يعني. انا كنت بروح مني اقعد فترات اغطي الاعياد واتابع الخدمه وكان ابونا داود برضو طلب نعمل زي نوع من اعداد الخدام وريفرشمنت للخدام المحليين هناك. وكان تدبير ربنا برضو انه مع الخدمه هناك ممتده طبعا في اماكن مختلفه في العاصمه هراري وفي منطقه اسمها داما وفي منطقه اسمها اكورث وكل المناطق دي فيها شعب يعني. لكن طبعا كان يعني محتاج لرعايه لانه بقى لهم فترات طويله ما فيش قداسات فبالتالي الشعب كان ابتدى يروح لكنائس ثانيه وكانت حاجه طبعا مطلوب التحرك فيها. وكان تدبير ربنا واختياره برضه وعمل الله انه في هناك خادم نشيط ومشهود له من الكل. وكان ربنا يعني بتوجيه من ربنا يعني انه هو برضه يبقى معايا في كل خدمه وفي كل خطوه. وحسيته بنعمة ربنا يصلح للكهنوت من الخدام المحليين الزيمبابويين يعني. وفي نفس الوقت كان في شاب من الشباب برضه بيتحرك معايا على اساس ان هو مقدما يكون هو الكاهن القبطي المقيم. فطبعا احنا خدمتنا بتمشي على مايل ستونز وعلى اتفاقات يعني معينه ان لازم الخادم الريزدنت اللي بيقعد فتره يكون عارف البلد واوضاعها علشان يعني تمهيدا لرسامته بنعمه ربنا. وده اللي بنعمه ربنا تم في 2020 رسامه ابونا مايكل اللي هو كان اول كاهن زيمبابوي قبطي يكون مرسوم على كنيسه زيمبابوي ومعاه ابونا دانيال اللي هو حاليا مقيم ربنا يديله القوه والنعمه هو اللي مكمل الخدمه. وكانت يعني تدبير من ربنا طبعا وعمل واضح في الخطوه دي وكله كان طبعا بركه قداسه البابا اللي كان متابع. وساعتها اخذنا طبعا موافقات من الشعب كله هناك عن ابونا مايكل علشان يبقى كل حاجه بوفاق. وكان عمل الله برضه تجهيزه للبلد يمتد لحد ما ربنا بعت لنا سيدنا الانبا جوزيف في 2021. ودي كانت طبعا خطوه مهمه جدا في تاريخ زيمبابوي
لانه سيدنا ربنا يديله العمر والصحه، يعني بينجز ويركز كويس قوي في بلاده، وبالتالي سلمنا طبعا كل الامور ليد سيدنا بمحبه شديده وباتضاع شديد منه الصراحه، انه يسمع مننا كل التفاصيل ويفهم كل حاجه ويكمل كل النواقص الفلسطينيه، يعني بالذات في حته الورقيات واصول الكنيسه، اصول الاراضي والحاجات دي كلها. سيدنا منظم جدا وشاطر جدا في الحته دي، وغير طبعا امتداد الخدمه في اماكن ثانيه. عشان ما اطلش عليكم الكلام، اكيد سيدنا هيفهمنا يعني بوفره كده ايه اللي كان بيحصل وايه اللي بيتم كعمل الله يعني. لكن ربنا مد ايديه في خطوات كثيره، وحسيت بنعمه ربنا، وكانت بركه ليا اني اخدم الفتره دي واخد بركتها، وتفضل كلمه ربنا تنمو وتعتز وتثبت يعني في كنيسه ربنا. ولله كل مجد وكرم. يعني ربنا رتب لي ان انا احضر مؤتمر لخدمه التنميه تبع خدمه انبا برام، تبع قدس ابونا داود لمعي، ابونا كلنا وحبيبنا كلنا، ويعني فضله كبير علينا. وكنت رايح على اساس ان انا خادم تنميه، هتعلم ازاي خدمه التنميه تنمي من ولادنا وحبايبنا اخوه الرب في المناطق العشوائيه وفي القرى اللي احنا بنخدم فيها. ولكن في وسط الخدمه دي يعني كان ابونا بيعرض الخدمات اللي بيقوموا بيها في الانبا برام وفي سان بول، وبدا يقولوا انه في عندهم خدمه اسمها سان بول لخدمه الكرازه في اسيا وافريقيا. وانا يعني اول ما الجمله دي اتقالت بدات انسى المؤتمر اللي انا فيه وانسى كل حاجه واركز بس في جمله ان في خدمه كرازه. 19/9/2019 كان اول سفريه ليا لزيمبابوي كخادم مكرس، وكان معايا اخويا وحبيبي خادم تاني مكرس اسمه سامو الفكري، وجينا مع بعض احنا الاثنين، قضينا شهرين اول ميشن، وبعد شهرين نزلنا مصر اجازه، وبعد كده رجعنا تاني في ديسمبر قضينا شهر، ونزلت اخر ديسمبر على اساس ان انا اقضي العيد، لان كان اسرتي زوجتي واولادي في مصر. نزلت على اساس ان انا اقضي العيد معاهم اجازه، وبعد كده ارجع تاني، وربنا رتب انه في الوقت ده يحصل دعوه للكهنوت عن طريق قدس ابونا داود وقدس ابونا سولومون. وحصلت مقابله قداسه البابا في 30 يناير 2020، واتحدد ميعاد الرسامه 24 فبراير 2020، كان يوم الاثنين اول يوم في صيام الصوم الكبير المقدس. أنا بكلمكم دلوقتي وفي ظهري كنيسة القديس العظيم ماري مرقس الرسول والقديس الأنبا أنطونيوس. الكنيسة دي موجودة في منطقة في زيمبابوي اسمها جرين ديل في العاصمة هراري. ليه اخترت الفيو ده يبقى ورايا؟ عشان دي كانت بداية الخدمة في زيمبابوي في سنة 1989 على إيد نيافة الحبر الجليل المطران المكرم الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب أفريقيا. وهو بصراحة كلنا بنادين ليه بالفضل للخدمة في الكرازة وخصوصا في أفريقيا. أبونا المحبوب الراهب فيلبس السموئيلي، وده من أكتر الآباء اللي خدموا هنا في زيمبابوي واستقروا لمدة طويلة، قعد تقريبا ما يعني ما يزيد عن 10 سنين خدم في هنا في جرين ديل، كان بيخدم المصريين والإثيوبيين والإريتريين وكل الجاليات والسوريين وكل الجاليات الأرثوذكسية اللي كانت موجودة في زيمبابوي في ذلك الوقت يعني، وطبعا تحت إشراف أنبا أنطونيوس مرقس. وكان بيخدم ولادنا الأفارقة الزيمبابويين المحليين في كنيسة ديما اللي هي بيخدم فيها في الوقت الحالي أبونا مايكل. وكان هو اللي بدأ أنه يدور على مكان في منطقة إيبورس ويشتري الأرض ويبدأ
بدايات الكنيسة اللي احنا بنخدم فيها في الوقت الحالي وحبايبنا الزيمبابويين في إبورث. This is Dema, which is an area which is in the second district in Zimbabwe. And I am Father Michael. I joined the church about 20 something years ago. That was during the time of Father Samuel Salah Barbaros. He baptized me. That was 1996. I was baptized with Father Samuel Salah Paulus, and at the same year I was ordained as a deacon with in the hands of His Eminence Bishop Antonius Marcos. Then from there I served as a deacon from the church. Then in 2019 I was ordained as a priest with His Holiness Pope Tawadros II, in the presence of Abuna Dawood Lehman, Father Solomon, Father Daniel as well. There were other priests together, we were together. But now, at this moment, I'm serving at the church in Dema, here in the second district in Zimbabwe. I'm serving as the priest of the parish of Dema Church. In our church, we have many activities which are doing in the church. Every day of the week, we have a service which we are doing. The program which we will go about, of course, we will change it at the end of the year, but the program which are running now is that on Sunday, the first day of the week, we will have the Holy Liturgy. Then on Tuesday, we will have the Holy Liturgy in the morning. On Wednesday, we go for visitation for the new and old members. Then on Thursday, we will go to another area, which is Tungiza, which is adjacent to Dema. And then on Friday, we have the Holy Liturgy again. Then on Saturday, we will go to Chitungiza. Then Sunday again to Dema. That is the activity which we have in Dema. وكان قداسة البابا في 2021 بدأ أنه هو يستقر على رسامة بعض الأساقفة لخدمة الكرازة، وكان من نصيبنا الحلو وحظنا الجميل أنه ربنا بعت لنا نيافة الأنبا جوزيف وتمت رسامته في مارس 2021. ربنا يبارك في الخدمة بصلوات نيافته. Thank you.
أبونا القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أختير لكما يكون أسقفا عاما في بعض الدول الأفريقية في الجنوب الأفريقي، واخترنا له اسم جوزيف. الاب والابن روح القدس اله واحد امين. حابب اتكلم معاكم النهارده وافتح لكم قلبي من منطقه جميله جدا في افريقيا، وهي احدى البلاد اللي ربنا كلفني اخدم بيها وفيها زيمبابوي. زيمبابوي بلد جميله جدا، وخاصه بكلمكم النهارده من هراري العاصمه في منطقه اسمها جرين ديل، وكنيسه موجودة من أكثر من 30 سنة. لكن نرجع شوية للماضي، ويمكن ربنا سمح لي أن أنا أدرس كلية الطب. اتخرجت في ديسمبر 82، بعد كده في ديسمبر 87 بنعمة ربنا رحت وتقابلت في دير الأنبا بشوي على يد أبويا القدير قديس الأنبا سرابامور رئيس الدير الله ينح نفسه، وبنعمة ربنا قبلت في تاريخ منسهوش 19 ديسمبر 87، وتم النسب في راهب في 24 مارس 1990. بعد فترة جميلة جدا في الدير تقرب من 32 سنة، لحد ما دعوة مفاجأة من رب المجد اني ابتدي ازور افريقيا، والكلام ده كان في يناير 2019 بعد موافقة قداسة البابا، طبعا موافقة سيدنا رئيس الديرة وابويا المطران الجليل الأنبا أنطونيوس بوروس وقدس ابونا داود نمعي. ابتديت الزيارة الجميلة دي لبوتسوانا، بلد في جنوب القارة، ورجعت. وبعد ما رجعت كنت مبسوط وفرحان جدا، قابلت قداسة البابا طبعا، حكيت له اللي حصل بالظبط، وطلب مني ان انا استمر في الخدمه دي حسب ما ادعى اليها، واقراها وادرسها كويس واعرف البلد دي كويس. وقد كان فعلا جيت بعد كده، طلعت ناميبيا في يوليا 2019 وقعدت 40 يوم، كانت خدمه حلوه جدا، نشكر ربنا خدت بركتهم. وبعدين رجعت مصر تاني، وقدست البابا سمح لي أطلع تاني مرة تانية. بعد كده رجعت بقى في أكتوبر 2020 وقابلت قدست البابا، وكان سيدنا وأبونا كلنا الأنبا سرابامور كان راح السماء في مارس 2020، والأباء كانوا يعني رشحوا ضعفي إن أنا يعني أخدمهم في الدير بعد سيدنا، من ضمن 5 أباء مترشحين. فقال لي يا ابونا اخنوخ انا عايزك في افريقيا، والدور وانا تحت امر رب المجد وتحت امر الكنيسه وتحت امر قداسته وتحت امر المجمع المقدس اللي يامر بيه ربنا، انا باخد بركه ان احنا صلينا الفتره دي كلها سيدنا. وجيه قداسه البابا بلغني قال لي يعني بنعمه ربنا هتكون اسقف عام لافريقيا، وهتبقى مسؤول عن 4 دول: بوتسوانا وناميبيا وملاوي زيمبابوي. ودي كانت التكليف من قداسة البابا في هذه. أبونا القمص أخنوخ الأنبا بيشوي. وله أيضا في الرهبنة حوالي 30 سنة أو 31 سنة في دير الأنبا بيشوي، وخدم الخدمات الطبية باعتباره طبيب، وخدم خارج مصر في بعض دول قارة أفريقيا التي لنا فيها عمل كرازي وعمل رعوي، وأختير لكما يكون أسقفا عاما في بعض الدول الأفريقية في الجنوب الأفريقي، واخترنا له اسم جوزيف بدل من كلمة أخنوخ. ندعوك يا جوزيف أسقفا عاما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية خنفران مبيوت نمشير ببن ما اسواب
ونوتي نوت في زماروت نجيب نوتي فيوت بيان توكراتور امين. ندعوك يا جوزيف اسقفا عاما بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه افز ماروت انجب منو جنيس انشيري اسوس بخريستوس بن شويس. دعوناك يا جوزيف اسقفا عاما بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك ليتو. آمين. البس الحلة الطاهرة التي للأباء الرسل خفف قدميك باستعداد إنجيل السلام لكي تدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. اصطحب واتبع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلما ربنا سمح الحمد لله وابتديت بعد الرسامة في مارس 2021 لسبعة مارس بيبقى قداسة البابا المعظم بابا تودوس الثاني أدام أبطال الكنيسة وأبائي أعضاء المجمع المقدس جهزت ورقي خدت حوالي شهر وشوية واستأذنت من قداسة البابا إني أطلع أخدم الكنيسة في ناميبيا في الأول هذا كان المكان الاستقرار بتاعي. ابتديت بعد كده بنعمة ربنا أطلع بعد كده على زيمبابوي كيسة سيدنا والبيت البيت مش عندك عبود مش عندك Chain to you Mary Chain to you Our Bishop Joseph Our Bishop Joseph Happy ordination to you Mary Chain to you Our Bishop Joseph Our Bishop Joseph وزيمبابوي فيها أربع أماكن محتاجة تنمية شديدة جدا من كل النواحي وكان فيها اثنين أباء أفاضل جدا أبونا دانيال وأبو قبطي وأبونا مايكل وهو من شعب زيمبابوي وابتدينا ننمي الخدمة وبرضو باستشارة قداسة البابا في إدراسة أبونا بشوي معانا وبقوا ثلاث أباء كهنة دلوقتي في زيمبابوي بيروا الأربع مناطق ومناطق أخرى كثيرة بيطلعوها كافتقاد وابتدينا نأسس كل حاجة في الكنيسة وصلنا ان احنا نقدر نكمل ونوصل زي ناميبيا بنعمة ربنا ولكن ابتدينا قوي وابتدينا نخلي في كنيسة قوية فيها شمامسة وفيها خدام وان شاء الله الخطوات اللي تمت في زي بيكون في الرول موديل بتاعنا بتاع ناميبيا هتتم هنا في الاربع كنائس في زيمبابوي ان شاء الله عشان كده باجي اقعد فترات اطول لحد ما الاباء يستقروا والشباب الاستقرار اكتر وتبقى الكنيسه قويه جدا جدا بنعمه ربنا لان انتوا لا تتخيلوا الناس عايزه كنيسه صحيحه وحقيقيه وامينه في تعليمها زي كنيستنا العظيمه الاصليه دي. انا لا انسى ابدا في خضم الخدمة الروحية والخدمية بالنسبة لكل شعب الكنيسة القريب والبعيد دايما أفكر معاهم في أمور خدمة تنموية منها أن احنا بمعنى to add value لكل الناس اللي بنخدمهم هنا نعلمهم ونعالجهم ونقدم لهم مصادر للتعليم في كل حاجة في الأعمال الفنية والأعمال اليدوية ونساعدهم في العلاج بنهتم بكل هذه الأمور
ومشيتها خطوة خطوة، ابتدينا نفكر في موضوع الحضانات والمدارس عشان نقترب منهم أكتر وأكتر ونعلمهم تعليم صحيح في كل الأمور. ابتدت الأمور بإيد ربنا بتمتد جدا جدا في زيمبابوي، وكل الناس اللي جم زيمبابوي من 10 و15 سنة، ومنهم أبائي الأسقف ومنهم أبائي الكهنة وأبائي الرهبان، لهم كل الفضل في إن هم يبتدوا في زيمبابوي لما بيعرفوا ربنا بيكمل إزاي. فكانوا فرحانين جدا جدا بالخدمة في زيمبابوي وقد إيه إنها بتنمو. وأوعدكم إن كل ما نقعد كل سنة مرة أحكي لكم عن التقدم اللي حصل في الأربع بلاد، لكن أنا بأحرص جدا جدا بنعمة ربنا في وجود أب فاضل لكل كنيسة يرعاها من قلبه، ويكون ودايما أطلب من ربنا أقول له رب ارسل رعاة حسب قلبك ليخدموا شعبك اللي أنت عايزه يخشوا عندك في السماء، وده الهدف الأساسي. وكل الأمور التنموية بعد كده ماشيين فيها، وكل اتفاقاتنا زي ما هحكي لكم بصفة عامة بعد كده عن الفكر الخدمي للإبراشية والتنموي للإبراشية، وفكرة إزاي الكنيسة تعتبر كقوة ناعمة تقرب الشعوب بعضها مع بعض في مصر وكل هذه ربنا يبارك. ربنا يبارك. حابب أكمل معاكم في زيمبابوي في الأربع مناطق بتفصيل شوية، وهي إن جرين ديل اللي احنا عايزين فيها دلوقتي ده المكان اللي احنا بنستقر فيه حاليا الآباء الكاهنة والخدام والأنا، بنجهزه أكتر وأكتر لكي يستقبل كل ميشنز اللي بتيجي من العالم. اوريدي احنا استقبلنا ناس جم من مصر وهنستقبل ناس جايين من مصر. الميشنز الثلاث ده ميشنز الفرقيه، ميشنز روحيه، في ميشنز اللي هي زي القران العظيم قران النور بتاع كنيسة العذراء الدوبي، وهيجي يعمل كريسماس عيد ميلاد جميله قوي مع الفريق الخدام الجمال جدا اللي بيجوا من مصر في زيمبابوي، وهيعملوا افتقادات في كل الاماكن، وهيعملوا احتفالات روحيه للناس كلها بمناسبه الكريسماس هنا، وهم متعودين على الموضوع ده والشعب بيستناه من سنه لسنه. Thank you.
بنحاول نستضيفهم هنا، بنحاول نجدد الكنيسة هنا بنعمة ربنا، بنحاول نوفر أكتر ونثبت أكتر فكرة دايما الانفراستراكشر لأنها محتاجة شوية تنمية أكتر، زي الطاقة الشمسية وزي الأبار المية. بنحاول دايما ننمو في هذا، نعمل بيت استضافة للعائلات اللي قلنا من أي حتة في العالم. هنعمل هنا إن شاء الله برضو بنعمة ربنا في خطتنا بعد تجديد الأماكن هنا، هنعمل حضانة للأطفال زي نيرسري وكيندر جاردن السنة الأولى وسنة الثانية، ولو فرصة نعمل للإحتياجات للأطفال دول الإحتياجات الخاصة. ده بالنسبة لجرين ديل. بالنسبة لسكند ستريت، وهما المنطقتين دول جرين ديل وسكند ستريت يعتبر في العاصمة نفسها، في وسط العاصمة نفسها، ده بتعاد ترتيب الأمور في سكند ستريت. في مباني يعني متهالكة، فدي بنعمل لها ديموليشن أو هد كامل، وبنحول الأسوار اللي بيننا وبين الجيران. بعد كده هنبني كنيسة زي ما تكون هي المقر الرئيسي للأمراشية في زيمبابوي كده، ومعاها بيت، البيت ده يسكن فيه الأب الكاهن وزوجته، وفي أماكن بسيطة للميشنز اللي بتيجي، ويمكن يكون في مكان لضعفي. وفي نفس الوقت كمان بفكر أنا مع أخواتي الأباء هنا إن احنا هنعمل مكان فيه تعليم لاهوتية أرثوذكسية سليمة ومستقيمة. فهنستعين طبعا بالكليات الإكليريكية في مصر، ونحاول نعمل دراسة هنا باللغة الإنجليزية، ونحاول نعملها برضو باللغة المحلية، بحيث إن الناس تعرف الإيمان الحقيقي اللي تسلمته الكنيسة من عصر الرسل، وهو التعليم اللي قاله السيد المسيح. ده بالنسبة لسكن السليم. بالنسبة في منطقتين تانيين، دمى، ودي فيها هود سابونا مايكل الزيمبابوي، وإبوان، ودي منطقة تانية بنعمة ربنا بيخدموا فيها الآباء دلوقتي. المنطقتين دول يعتبروا مناطق زي يسموها سلامز إيريا، رورال إيريا، محتاجة حين كبيرة. برضو بنعمة ربنا من سبقونا ابتدوا فيها الحضانات البسيطة وابتدت تنمو، لدرجة الحمد لله إن المدرسة اللي في دمى فيها قرب 60 طفل، وفيها حوالي 3-4 مدرسين، بيعاد تجديدها بالكامل بنعمة ربنا، وإنشاء مدرسة تانية جنبها تشمل كل مراحل ابتدائي، 7 مراحل بتوع ابتدائي بعد كيندر جاردن. أيضا بنعمة ربنا نأسس فيها هناك فوكيشنال سنتر، ونكمله عشان الناس هناك تتعلم مهن تقدر تشتغل بيها. برضو بفضل رب المجد بعدين مساعدة مهنة في كل مكان في العالم، عملنا بور هول هناك وجاي مياه كويسة جدا، بنعيد تبكين كل حاجة ماشيين خطوة بخطوة. نفسي طبعا أعمل بولي كلينكس هناك علشان أرعى أخواننا السودانيين والأطفال والأمهات السودان الدولة، نرعاهم صحيا ونساعدهم في الحاجات دي. نفسي طبعا نعمل سوق كيتشن ونطعم الأطفال الصغيرين، الحقيقة عندهم مال نيوتريشن سندروم كتير قوي، والحقيقة إن هم القيمة الغذائية في أكلهم ضعيفة، فمحتاجين نساعدهم ولو بوجبة يومية تكون صحية ونقدر نعالجهم في نفس الوقت، ونقف جنبهم ندول إخواتنا برضه يا جماعة، فممكن نكون إحنا هم وهم إحنا، فنرعاهم ودام ربنا بعتنا نخدمهم كما يريد. أيضا المنطقة الرابعة إبوة، دي منطقة كبيرة قوي ابتدوها أباك أفاضل كلهم وغيرهم، كان أبونا كولومبوس الصغيري عمل فيها مجهود رائع هناك، وبنى كنيسة ومكان للحضانة هناك، والكنيسة دي الحمد لله بقوة رب المجد وشفاعة القديسين الناس الأحباء ابتدت تعمل لها السقف بتاعها، وتحط لها كهرباء طاقة شمسية، وتتبيض تحط لها توصيلات كهرباء، وسدر الهيكل والهيكل، يعني كل حاجة ابتدت الكنيسة بعد ما كان محدش قادر يصلي فيها، لكن ابتدت تبقى كنيسة جميلة جدا جدا، الكل مش قادر يصدق، لكن في الآخر أقول لكم إيه، هو الرب، هو الرب. وابتدينا نهتم جدا بالحضانة هناك، بداية الفترة الابتدائي هم حوالي يقربوا
96 95 تقريبا بيراعوا مراعاه حلوه قوي. والحقيقه لما انا كنت هناك اخر مره والاباء بيعرضوا عليا المدادات ويقولوا لك شوف فكرنا ان احنا بنعمه ربنا نعمل لهم مدرسه تشمل الحضانه اللي هي نيرسريز واللي هي يعني زي بري سكول وكندر جاردن سنتين والسبع مراحل بتوع ابتدائي وننمو فيها تدريجيا ونقسمها على فيزز بحيث تبقى حاجه كنيسه بتعلمهم تعليم صح وفي نفس الوقت الاباء بيفتقدوهم وبيعلموهم فكر الكتاب المقدس وفكر المسيح نفسه وكده يبقى احنا بنرعاهم في طبعا مدارس احدنا مش كويسه جدا بنبتدي هنعمل خدمات لل يعني ربنا يعطيني ان انا اعمل لهم برامج عن الومن امباورمنت وبرامج عن الهيلث اويرنس لكل المراحل السنيه نقف مع الولاد اللي ليهم ظروف خاصه والبنات اللي ليهم ظروف خاصه هنحاول بنعمه ربنا نعمل لهم فكره المشروعات المبدئيه الصغر ونقف جنبهم عشان يقدروا يصرفوا نفسهم هنعمل لهم برضه هناك سنتر يعلمهم بعض المهارات الفنيه اللي يخليهم في الاخر مش محتاجين لحد ولا يعملوا اعمال لا تليق بولاد ربنا ويقدروا يعيشوا بنفسهم وما يحتاجوش لحد. بمعنى اخر هي تنميه روحيه خدميه اساسا ثم تنميه خدميه ليهم بقى في حياتهم ومجتمعهم فيقدروا يكونوا مفيدين يفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع. بالاضافه ان احنا دائما في علاقه طيبه جدا 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 مع المسؤولين سواء سفاره مصر في زيمبابوي او في اي بلد اخرى زي ما هكلمهم كمان شويه وعلاقتنا حلوه قوي بالساده السفراء والمساعدين بتوعهم ودائما في زيارات متبادله دائما مع بعض دائما بتكون يد واحده ودي شيء كويس قوي. ايضا بنقوي علاقتنا جدا مع كل المسؤولين في البلد ويعني ابتدينا نقدم مذكره تفاهم مع وزاره الصحه عشان نقدر نساعدهم في بعض الامور الصحيه ويقوموا ولادنا المصريين في كل العالم يقدروا يجوا ويساعدوا ولادي في نهضه طبيه حقيقيه. ايضا مع وزاره التربيه والتعليم هنبدا ايضا هنبدا مع جمعيه تبع السيده الاولى في زيمبابوي لمساعده الشعب في كافه انواع الخدمات. نحن متواصلين مع التاون كاونسل في كل مكان مع اي اعضاء دبلوماسيين زي السفير الزيمبابوي في مصر بنحاول نوجد نوع من الترابط وفي الاخر الكنيسه هي قوه ناعمه في مصر لتقريب الشعوب وصالح المحبه